اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في مباشرة. بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، بدأت تطفو للعلن سيناريوهات التحالفات الممكنة بين الأحزاب، حيث أكد عالمون بالشأن السياسي أن الحكومة الجديدة ستضم في الأغلبية المتصدرة حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية أو حزب الاتحاد الدستوري. هذا الأخير وفي خطوة مفاجئة، أعلن استعداده التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار لتشكيل فريق نيابي مشترك في مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين. وجاء إعلان التقارب مع حزب الحمامة في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحصان، الذي أكد فيه الدخول في مرحلة التقارب مع حزب الحمامة إيمانا منهم بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، مما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين. لنستمع في هذا الصدد لتصريح لعضو المكتب السياسي لحزب الحصان عبد الله فردوس. تحالف سبقنا في الماس هذه 2010، سبقنا في الماس على صعيد الغرفة الأولى والغرفة الثانية فريق مشترك سميناه تجمع فريق التجمع الدستوري الموحد، حيث ماشي خطوة جديدة، حنا سبقنا درنا هذه. وهذا الخطرة على اعتبار الرأي ديالنا بالنتائج الانتخابات والمشهد السياسي، رأينا بأنه من المصلحة بما أنه كان واحد التقارب كبير ما بيننا وبين التجمع الوطني الأحرار، لا من ناحية الإيديولوجية ولا من ناحية العلاقات ديال القواعد ديالنا والهياكل ديالنا، عاود قررنا نحيو هذه الفكرة هذه ونخلقوا على صعيد مجلس النواب فريق مشترك، على أساس أنه غادي ندرسوا في المستقبل يمكن نديروا واحد التحالف بالشكل ديال الكتلة ولا ديال الوفاق الوطني اللي كان دار هذه التسعينات. هادشي اللي كاين، وهذا كله الهدف ديالو تنسيق المواقف على صعيد البرلمان وخارج البرلمان، تنسيق السياسات ديالنا والتموقع ديالنا والمفاوضات ديالنا المقبلة اللي غادي تتعلق بتشكيل الحكومة إلى آخره. هذا هو اللي كاين، تحالف ماشي اندماج، كل حزب غادي يبقى محافظ على الشخصية ديالو، محافظ على الهياكل ديالو والقيم ديالو، ولكن غير نحرقوا التحالف بالشكل اللي كنا في الوطنية. واش اندماج التحالف المستقبلي أحسن اللي كترجع القانون الأحزاب، راه كيتكلم على الاندماج وكيتكلم على اتحادات الأحزاب. لقاء كاين مستمرة ومعمرة انقطعت، دابا البلاغة اللي داروا ممكن يداروا اجتماعات في اليومين المقبلة، ولا كاين شي ولا حنا غادي نديروا ولا هما غايديروا شي حاجة بلا ما نكونوا اتفقنا عليها ولا تشاورنا عليها ولا تذاكرنا عليها، ما يمكنش، لأنه هذا عندنا المشترك كيخص يكون فيه الطرفين متفقين عليه ومذاكرين عليه. هذا هو اللي كاين، وما هذا كاين لقاءات وقعت ما بين القيادات ديال الحزبين وعطات الثمرة ديالها هذا الشيء، وكاين خطوات أخرى غادي تجي على المخارج. منطوق البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بعد اجتماعه صبيحة اليوم، وقف أعضاؤه على أن ما أفرزته هذه الانتخابات من ظاهرة سميت بالقطبية، وهم يرون أن هذا النوع من القراءة لنتائج انتخابية متحولة ومتغيرة عبر الزمن الانتخابي من شأنه أن يضرب مبدأ التعددية في عمقه، وهو المبدأ الذي تأسس عليه التعايش السياسي في بلادنا. العديد من السيناريوهات والاحتمالات تطبخ سياسيا خلال هذه الأيام، والتي ستفرز حكومة ستقود الشأن العام لخمس سنوات. فهل سيتمكن حزب المصباح من الخروج بتحالف يرضي جميع الأطراف؟ سؤال يبقى معلقا، والإجابة عليه ستكون في الأيام القليلة المقبلة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام خبر اليوم، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.